العشاء. ها هيقعد معانا؟ هيكون لبعد العشاء، بس يلا خلصوا. الشيخ عايز وقت. نابت برضو؟ لا نابت ايه؟ طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحيه خروف حتى. يسند قلبه دلوقت وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاهد وجوار. شربان عندك لحمة قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجة. ها جدع يا بنت يا شربان، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمة وهو ياكل على كد نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مدارك. أهل. والله كنت عدعي لوردك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال، بسم الله ما شاء الله كل الناس هتحبه. عملك هو اللي نجاه ولا يا رجال؟ كلامك مليح يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما تدعي لعيالي. تفضل يا حاج. الله تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش الراجل يا بلاش يا بلاش. اه جليلي اصل ما تماشيهوش. طلع ادخل. السلام عليكم يا سيدنا. استغفر الله، ما تحملني الذنب يا حجة. العفو والسماح يا سيدنا. سيدنا أنا اسمي خلف، خلف الله. اتفضل الوكل. اتفضل يا مولانا. عنك. كتير. حاجة على قد ما بصهم كده بالهنا والشفا. كتير كتير. قم حاضر. خليكي جنب الباب لما مولانا يعوز حاجة. عناية يا حاجة. طيب البركه ده نسلم عليه ونستبر بيه. والله يا حج من طلعه الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش. الراجل ده بركه. انا رحت المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب اكتر من كده كنت اديتهم. لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميلا محمد. كل اللي بيعمله عايش على النابي. نابت؟ ايه هو صح لنابت كد كده، ما فيش اكتر منه. يعني ما طلبش عجل اصفر ولا ديك حمار ولا فروجه حتى. ده ما رضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرره اكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقولوا عليه ده ان راجل بركه صح، لكن استبرك بيه كلنا. علاء بيمين خبط علينا الباب لوحده كده. ولا ده غلط؟ صح يا حاج. وهو بيقول انه
عايز يمشي النهارده؟ يمشي. بشكر لي سيدنا. حاضر حاضر. أعمل لك قهوة يا سيدنا؟ اعملي. سادة؟ سادة. وترجيني. روح اعملي القهوة. روحي. يا محلاه